احلى بريستو دبل قبل التمرين مع شوكولاتة مورو. معكم الكابتن عز ودونجي، فيديو جديد يوم الثلاث 17 سبتمبر. انت يا ست الكل، انت يا حاج، الكلام للجميع. لو متضايق ولو متضايقه تعالى خليكم رايقين. ايه هدفكم في الحياه؟ جابلي كل واحد جاب لنفسه الاكتئاب والحزن والهموم. لو متضايق تعالى خليك رايق مع كوبايه واحده من الاسبريسو، ايا كان قهوه يعني، مش شرط الاسبريسو. حبيت بس اعرفكم. لو متضايق تعالى خليك رايق من خلال قعدتك للكافيه. قعده واحده في الكافيه تكفي لتغيير الجو وتحليه اليوم كله، فما بالك لما تشرب معاها كوبايه اسبريسو. قبل كل ده اللايكات تشتغل للمشتركين اللي عندي، والاشتراكات تشتغل والتفاعل اشتغل والتعليقات الحلوه تظهر، سواء كان فيديو بينزل على اليوتيوب ولا على التيك توك. انا المفروض يكون وصلت للمليون على اليوتيوب وعلى التيك توك، لان احنا بنتعب بيتنا عنا في الكلام عشان نقدم نصايح للناس، والناس مش بتقدر. تمام؟ انا بقول لك يا عم، لو متضايق تعمل ايه؟ نفسيتك مش حلوه، ايه اللي ممكن تعمله؟ كل حاجه مدي حقها بالكلام، بس انتم اتفعلوا. عيش اللحظه فان الحياه حلوه. شكرا لكم.